البنك الوحيد الآن اللي يعتبر في مناطق تصحيح ومنطقة دخول حطت رجل استراتيجية. شوفوا هذا المنظر، الدويرة دي هي الدويرة اللي قلنا المنطقة الميتة، ممكن يرتد من 45-70 قاع موجة ديسمبر كسرها، ممكن يرتد من 44.5 61 فيبو من 2016 كسرها، قاع البولينجر 43 ريال و10 هلل، الآن هو بينه وبينها نص ريال، ممكن يرتد منها لسه ما كسرها، 42 ريال أحد الخطوط الاستراتيجية وخمسة. وعندنا لو أخذنا الفيبو الثاني هذا اللي هو من قاع كورونا 41.5، إذا قلنا قاع كورونا 30.5 هذه نسبة تصحيح 78 فيبو. البنك الأهلي الآن أهم رقم قاع القناة المدبلة دي 41.5، خط الترند الصاعد الرئيسي من 2016 41.5. لذلك نحن إيش قلنا؟ من 45-70 قاع ديسمبر المكسور، تسجيل لهذه الأرقام الجديدة إلى 41.5، هذه كلها مناطق منطقة صامدون في البنك الأهلي. يعني البنك الأهلي الآن في حاجة مهمة ممكن تصير. شوفوا الآن الراجحي، نحن دائما نقول نبغى أرامكو سابق يمشوا بعكس الراجحي، الآن يصير الأهلي من البنوك والمصارف اللي تكون لعبة الصانع في كبح جماع الراجحي، يعني ممكن يخالف. طبعا هذا الكلام كله يا جماعة في على أساس إنه إيش ما يكون هناك حدث جوهري كبير يقودنا لكسر الترند أو دخول الأهلي لا قدر الله في عملية انهيار خارج الاتجاه الرئيسي هذا. لا، بس هذه المناطق مناطق فنية من عيار ثقيل. بالمناسبة حتى من بعد أزمة كورونا من فين انطلق البنك الأهلي؟ البنك الأهلي انطلق عندما اقتحم 42 و43. لو تلاحظوا هنا لما جاء اخترق المسار الهابط، شايفين عند 38 كان عنده قمم، هنا عند الأربعينات 40-60 شوفوا إيش سوى، وكان متوسط 50 على الشهري. من هنا انطلق البنك الأهلي. شوفوا الآن نحن عند القاعدة. لذلك أنا إيش قلت؟ قلت بمجرد كسر الأهلي 45-70 معناه سقط في المنطقة الصامدون والمنطقة الميتة، وهذه اللي يتوقع إنه ممكن يتكون منها الوتد. الوتد كيف يتكون؟ طبعا هو السهم أهم شيء عندنا على الشاري إنه يقفل فوق 45-70 أو 75 اللي هي اللي على الأقل تخلي شمعة الشهر اللي بعده تولد ضمن القناة الهابطة الأساسية، طبعا لو أغلق تحتها معنا الله يعين حيطول في المنطقة دي، حيصير يلعب في نطاق ضيق جدا ما بين 45-70 إلى 42. أفضل منطقة عشان لا يطول ويرتد بسرعة إنه يحافظ على 45-70 كإغلاق شهري ويشكل الوتد العاكس للاتجاه، يعني يصير زي شمعة الشهر ده، شايفين اللي كانت في كورونا. نبغى هذا السلوك يصير الآن في المنطقة دي. الكارثة العظمى إنه يكسر هذا الترند، يكسر 78 فيبو، هذا يسموه دخول في المجهول ويسموه خروج عن المألوف، وإن شاء الله إنه ما يحصل يعني. والحمد لله إنه سهم زي البنك الأهلي يعد ثالث قيادي في السوق، يوصل لهذه القيعان والمؤشر فوق 10,000، وهذا يخلينا نرجح السيناريو الأول في السوق إنه ما نعدي على تحت، لأنه الآن البنك الأهلي ممكن سبحان الله يخالف يرتد من هذه المناطق فيسوي إيش توازن مع الراجحي في القطاع المصرفي. على فكرة هذا السلوك موجود في أكثر من بنك الآن، لكن طبعا ما وصلوا لسه زي ما وصل الأهلي. يعني أمس شفناه في الفرنسي، قلنا الفرنسي نفس الحكاية، هذا البنك الفرنسي عاشر قيادي في السوق، وصل قلنا للنسبة الذهبية من كورونا. شوفوا البنك الفرنسي الآن فوق 33 ريال. عشان يعيش هذه المعمعة اللي عايشها الأهلي معناها يكسر 200 عند 31-65 ويدخل السهم في هذه المرحلة الميتة ما بين 200 إلين خط الترند، يعني ما بين 31.5 إلى 28 ريال. شوفوا الفرنسي إلى الآن ما يعتبر يعني وصل للقيعان مظبوط، لكن عنده مناطق قوية ماسكته في المنطقة دي. البنك السعودي البريطاني الآن سعب اللي هو أحد الضاغطين اليوم، برضو اختفى البريطاني كان ضاغط. بنك الرياض يعني يعتبر هو بعد الأهلي في السوق. شوفوا بنك الرياض
بنك الرياض عشان يدخل المنطقة الميتة هذه زي الأهلي، معناها لازم يكسر قيعان إيش شهر فبراير، ويكسر متوسط الخمسين، ويكسر منطقة 50 فيبو من عام 2016. هذه المنطقة اللي هي من 25 ريال و40 إلى 23 ريال على النظري هي المنطقة الميتة في بنك الرياض. شوفوا بنك الرياض زي البنك الفرنسي، ما دخلوا المنطقة دي، هذولا محافظين على قاع القناة. شوف الرئيسية محافظ على دعم متوسط الخمسين على الشهري، ولاحظوا في نفس الشهر ده هو لما ارتد الرياض في الأيام الماضية لما طلع المؤشر 10500، مين ساعد مع الراجحي لما وصل 75؟ شوفوا بنك الرياض راح اختبر منطقة الكسر 29.80 حقت اللي هي منطقة 38 فيبو. شوفوا رجعوا الرياض الآن وقاعد يتداول عند 26.80 ضاغط بنك الرياض، لكن فين ضاغط؟ ضاغط عند الدعم الاستراتيجي. هذا ترى هذه كلها دعوم يا شباب أساسية ممكن تعيد الموجة وينطلق السهم وخلاص يكتفي. لما يجي يكسر أنا ما أعتبر الكسر ده يخوف كثير زي موضوع الأهلي، لأنه ممكن ينزل الريالين دي تمام، ممكن يرتد من هنا في مطب هنا، ممكن يرتد من 23.70، وممكن يرتد من قريبة 23. هذا ترند وما ينكسر إلا بكسر 22 ريال بنك الرياض. فشوفوا هذا ترند رئيسي من 2016 يا أخوان، هذه ترندات عمرها 6 سنوات مو من كورونا، هذه ترندات حقت الموجات الكبيرة. شوفوا هذه أغلب الشركات عندنا في البتروكيميكال وفي القطاع المصرفي، ترى أغلب موجاتهم الكبيرة هي موجات عام 2016. هذه مساراتها، مسارات الست سنين هذه اللي مضت من 2000 تقريبا و16 إلى عام 2022. الحمد لله يعني كلها شركات تعطيك إيحاء إنه السوق إن شاء الله راجع، لكن هذه مشكلتنا الآن. حيرجع من فين؟ حيرجع من 10,000 ولا حيرجع من 9,000؟ ففي شركات إلى الآن تأكد السيناريو الأول. فسبحان الله لما أجي أشوف شركات وصلت لهذا القيعان أو دخلت في المناطق الميتة ومشرنا فوق 10,000 أرتاح نفسيا. الآن ليش أنا مرتاح في الأهلي؟ لأنه خلاص الأهلي خلصنا من ملف ضغطه، حتى وزنه الآن ضعف. يعني شوفوا الأهلي الآن تصدقوا إنه أخذ من المؤشر نقطتين وهو بالأحمر، وحتى لو أخذ ريال 6 نقاط 7 نقاط يعني ما هو ذاك الأمر الكبير يعني، لكن الخوف من ذاك، من هذاك، هذاك المجرم، هذاك المجرم أبو رواجح، هذاك هذاك لو يطيح على 10 ريال ل64 نعمة كبيرة لو كان مؤشرنا فوق 89، يكون شيء رهيب. وهذاك عشان يصير هذاك الكلام لازم يكون أرامكو سابق متماسكين، متماسكين. ممكن هنا نرتاح، نرتاح أكثر، وهذاك اللي ريحنا أكثر لو كان نازل 10 ريال، يا ريتهم يمسحوا ال10 ريال دي ونحن فوق 10,000 في الراجحي. يعني تخيل لو الراجحي اليوم ب64 والمؤشر فوق 10,000، ترى الشيء رهيب، يعني ترجيح كبير للسيناريو الأول. يعني إن شاء الله نحن ما نغادر 10,000 بهذه البساطة، وتبقى نظرية حبيبنا صاحبنا اللي قالها من زمان لي تبقى فعلا مقولة حقيقية ومنطقية. قال لي لن ترى يا أبو محمود السوق السعودي تحت 10,000 ولا ب7 سنين قدام، إذا اخترقها المؤشر، وفعلا اخترقها المؤشر في عام 2021 ونحن الآن 22 ودخلنا في 23. ما أدري هو على أي أساس بنى، فما زالت الذكرى قاعد، والآن مرتين يوصل المؤشر 10,000 ويكسرها ويرجع يقفل فوق. وسبحان الله شوفوا الآن قيعان، قيعان في السوق لشركات رئيسية، قيعان. عشان كده تقعد تضرب أخماس في أسداس، معقول نروح 9,000؟ طيب مين حيودينا 9,000؟ لازم تصير انهيارات في السوق، يعني ضرب لترندات زي هذه. يعني لازم تشوف الرياض كاسر ترند، تشوف الأهلي كاسر ترند، تشوف يعني الحمد لله إلى الآن الأمور شوفت عينكم، يعني الترند ما يفرند والصبر طيب.